بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته وأصحابه الكرام. أهلا وسهلا بكم. فقرة جديدة من برنامجكم شارع مصر على قناتكم المفضلة قناة الأموال. الفترة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن منحة رجال الأعمال للعمالة غير المنتظم اللي كانت قيمتها 700 جنيه شهري، وقلنا إن المنحة دي فنكوش، وتواصلنا وقتها مع مصادر ونفت وجود المنحة من أصله، وبعدها بكم يوم طلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وطلع لنا بيان أكد فيه إن المنحة دي غير حقيقية زي ما احنا قلنا فنكوش، وطالب الناس بعدم تسجيل بياناتهم في الرابط الخاص بالمنحة. طيب أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ الموضوع خلص وانتهى ومجلس الوزراء أكد كلامنا وقالوا إنه فنكوش وانتهى. لا، أنا بقول الكلام ده ودلوقتي والنهاردة لأن خلال الساعات اللي فاتت انتشر على السوشيال ميديا رابط تاني، خلي بالكم الكلام، باسم منحة تانية جديدة قيمتها 600 جنيه شهريا تحت مسمى صرف منحة رمضان لأصحاب المعاشات. ايه الحقيقة وتفاصيلها؟ ويا ترى منحة أصحاب المعاشات دي رخرة بتاعت رمضان هتطلع فنكوش زي اللي قبلها ولا الكلام حقيقي؟ هنطلع فاصل ونقول لكم الحقيقة والزتونة في الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان تشتركوا معنا في القناة. ناخدها من الأول كده وعايزين نبين بقى الكلام ده مفنكوش ولا حقيقة. طيب في البداية كده كان أصحاب المعاشات طلبوا على صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها بالحصول على منحة إضافية قبل شهر رمضان الكريم عشان يشتروا احتياجات شهر رمضان. بعض مواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي استغلت المطالب ديت ونشرت أخبار ومعلومات عن إنه هيتم صرف 600 جنيه منحة لأصحاب المعاشات قبل رمضان الكريم. طيب الناس دي هتسأل دلوقتي إيه الحقيقة؟ حقيقة المنحة دي إيه؟ إحنا هنقول لكم دلوقتي. مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكد أنه لا صحة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف منحة رمضان لأصحاب المعاشات، وقال المسؤول مسؤول التأمينات إن ما يتداول ويتداوله البعض حول صرف منحة رمضان لأصحاب المعاشات شائعات لا أساس لها من الصحة. وناشد المسؤول من يتداولون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف هذه المنحة لأصحاب المعاشات بتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية. على صعيد متصل وفي نفس الإطار، اللواء جمال عوض وهو رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بزيادة المعاشات 13%، دي هتكلف الدولة إجمالا كده 31 مليار جنيه هتبدأ من 1 يوليو 2021 مع الميزانية الجديدة للدولة، موزة جديدة للدولة. وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إن في حوالي 10,500,000 مواطن من أصحاب المعاشات سيستفيدون من الزيادة الجديدة اللي هي 13% من بدءا من يوليو المقبل. وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات جاهزية منافذ صرف المعاشات لبدء صرف معاشات إبريل 2021 لنحو 10,500,000 مواطن، إضافة إلى صرف الدفعة الأخيرة من العلاوات الخمسة لنحو 2,400,000 مواطن بكلفة إجمالية 25 مليار جنيه. ولفت إلى بدء صرف معاشات إبريل 2021 بالشريحة الأولى لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه المقدر عددهم بنحو 2,400,000 مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية، ده اعتبارا من امتى؟ من صباح يوم الخميس اللي هو النهاردة وانا بسجل ده الحلقة دي 1 ابريل 2021، يعني الصرف بدأ النهار. على ان تليهم الشريحة التانية لمن يتقاضون اعلى من 1000 جنيه ويبلغ عددهم 2,400,000 مواطن ايضا، ثم بعد كده الشريحة التالتة لمن يتقاضون اعلى من 2000 جنيه. يعني في النهاية منحة رمضان لأصحاب المعاشات فنكوش، وإحنا بنحذر ما تخشوش على الرابط وتسجلوا ويخدعوكوا الناس بتوع السوشيال ميديا ويجعلوا عامر ورمضان كريم.